مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج البلاد من قناة 218. ليلة البارحة توقفت عند مقابلة نشرتها الزميلة صحيفة المغرب، والذي قالت فيه بأنها مقابلة مع المرشح في حكومة الوفاق الليبي الأستاذ فتحي الهنغاري. وكنا قد تساءلنا عن لماذا لم يتم التواصل مع المؤسسات الإعلامية الليبية، لكن اليوم ورد لي بيان من المكتب الإعلامي للسيد فائز السراج. وحقيقة حتى جزئية هذا المكتب الإعلامي هي فيها كثير من التساؤلات، لأنه لحد الآن لم يعلن الأستاذ فائز السراج عن وجود مكتب إعلامي رسمي له. كل ما نتداوله من بيانات وتصريحات في الخصوص متعلقة به إنما هي عن طريق علاقات شخصية بين الزملاء الإعلاميين. يقول البيان الذي صدر كما قيل عن المكتب الإعلامي للسيد فائز السراج بأنه وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني ملتزمون بما ورد في الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق الخاصة بوضعه موضع التنفيذ. أما فيما يتعلق بجزئية تشكيل الحكومة والوزراء، ينوه السيد السراج بأن المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني لن يشرع في مباحثات التشكيل الحكومي قبل اعتماد المجلس من قبل أطراف الحوار الوطني. لن يشرع. هذا البيان المنسوب إلى المكتب الإعلامي للسيد فائز السراج، الذي نتمنى بأن يعلن عن نفسه بشكل واضح وصريح ورسمي. هذا المكتب مع تمنياتنا لهم الزملاء هناك بكل التوفيق والنجاح. جزئية تشكيل الحكومة أخذت كثير من التصريحات المتضاربة يوم أمس، ولكن اليوم حقيقة التضارب لم يكن في إطار الجانب الليبي، ولكنه امتد إلى الجانب الأممي في الأمم المتحدة، إذ أورد التقارير بأن بان كي مون يعلن أن لا موعد لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا في القريب العاجل، لكن مسؤول في جامعة الدول العربية قال بأن كوبلر يرغب في تشكيلها قبل نهاية العام. هذا المسؤول هو الأستاذ فاضل جواد، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية، وأدلى بهذا التصريح عقب مباحثات أجراها الأمين العام للجامعة نبيل العربي مع كوبلر. إذن الأخبار متضاربة بين هناك تشكيل سريع للحكومة وبين هناك تشكيل متأخر للحكومة، وسننتظر قادم الأيام ماذا تخبئ لنا. هذه الليلة سنخصصها إلى مدينة بنغازي الصامدة، وفي هذا الإطار يسعدني أن أستضيف الأستاذ عبد الرؤوف رمزي الخضر. مساء الخير أستاذ عبد الرؤوف. مساء النور، أهلا بك أستاذنا فاضل عز الدين، بك وبزملائك العاملين في إدارة قناة 218. طبعا في البداية الأمر دائما لما يكون الحوار بنغازي ما يأخذنا الشغف إلى تلك الأيام الطيبة، إلى تلك الأيام الخوالي، ونشوف صورة الخلفية اللي حاطينها في القناة، إضاءة مفرق اللي نحن نسموه فيه مفرق الكهرباء اللي هو 7 أكتوبر. الروح الطيبة في بنغازي، ناسها الطيبين، لم يعودوا ناسها الطيبين الذي اعتدناهم، الصبر نفذ منهم، بلغ سيل الزباء. وقبل أن نغوص في هذه الألام وفي هذه المعاناة سيد الفاضل، لنا ما نقول أيضا في بنغازي. أدعوك وأدعو المشاهدين إلى مشاهدة هذا التقرير. صابري عرجون الفل، صابري عمر أبدا، صابري زين على زين، صابري ورد وياسمين. بنغازي مدينة عصية، هكذا سجلها التاريخ على مدى الأزمان، لكن صلابتها لم تلغي تأثر سكانها من معاناة لا يمكن لوصف المرارة أن يلتقي مع حجم جراحها وعمق آثارها على الإنسان وما نحت ليبني على أرضها. حضنت الجميع من كل حدب وصوب، فاحتضنها الدمار والشتات وشظف العيش في سنين أربع.
نزفت فيها واستنزفت، ومع نزفها حافظت على طبيعتها في استقبال النازحين والمهجرين. ويبقى التطلع إلى كل لمسة من شأنها تخفيف المعاناة عن بني غازي وأهلها ومن لجأ إليها رغم حالتها. يعني حتى فوق من أن الواحد نزوح ولا طالع من حوشة، الموضوع نفسي ومعنوي وصحيا منتهي نهائي. يتعلق الجميع بأي قشة كانت، فرغم ضخامة التسميات لمؤسسات رسمية وأهلية، إلا أن الضخامة لم يتعدى تشكلها من حروف واهية لا وزن لها على أرض الواقع بما يتناسب وحجم الأضرار. فوقفت مؤسسات الدولة عاجزة عن فعل أي شيء باستثناء اليسير على الأرض. ويبقى الأمل قائما في أن المال دواء أثخن بالجراح لا بد له من وقوف باعتزاز ضد مصائب الزمن وبعض من العباد. سطور قليلة تلخص معاناة كبيرة لمدينة بنغازي وأهلها والقادمين إليها عبر النزوح والتهجير. وأعود إلى الأستاذ عبد الرؤوف رمزي الخضر. أستاذ عبد الرؤوف، نحن لدينا وقت مضغوط ونتمنى بأن نستثمر وجودنا معك بأقصى درجة ممكنة. لو سألتك كيف تلخص المعاناة؟ يعني هناك كلام متطاير من حين إلى آخر، وهناك حتى حديث على أن المشاكل موجودة في منطقة جغرافية دون غيرها. ممكن تلخص لنا المعاناة مدينة بنغازي خاصة وأن معي أيضا مكالمة هاتفية ستلتحق بنا؟ طبعا مدينة بنغازي وبصفتي الناطق باسم مجلس البلدي بنغازي لا يسعني الحديث في معاناتها والمعوقات التي تمر بها بنغازي. كل المتابعين والإعلاميين خاصة والصحفيين أصحاب الأقلام والكتابات المشاركين من الكتاب والصحفيين الأدباء يروا معاناة بنغازي ويتابعونها بشكل سياسيين أيضا. بنغازي قائمة فيها حرب، نحن نعرف شدة الحرب فيها، نعرف مدى صعوبة الظروف المعيشية فيها، غلاء الأسعار، نقص في الاحتياجات الصحية، في الأمور الإنسانية. كذلك بنغازي تعاني من مشكلة بعد الإنسانية والصحية، نحن نتحدث عن مشاكل أبدت أكثر صعوبة للمشاكل الاجتماعية والمشاكل النفسية. بنغازي تشعبت فيها المشاكل وصعبت فيها الحلول. وصعبت الحلول. وصعبت الحلول. طيب. في مجلس البلدي بنغازي نحاول الوجود الحلول، نضع خطة تستجد علينا مشكلة، نضع خطة لشيء تستجد علينا مشكلة. بنغازي غارقة في المشاكل، نسأل الله أن يفرج كربها. يعني على أي حال هو هناك مسألة جوهرية لابد وأن تكون يعني حضرتك ملم بها في أسلوب تعاملي على الأقل. أنا في اللقاءات حضرتك أنت المتحدث الرسمي لبلدية بنغازي. واقعين عندما تعاطى معك، أنا لا أحملك أنت شخصيا ولا أحمل حتى البلدية شخصيا بشكل خاص المشاكل التي تعاني منها بنغازي، ولكنك مجرد أنت جسر وأنت العين الأقرب، ولعلك حتى الجسم الأضعف لعله في هيكلية الحكومة واقعية هيكلية الدولة في التعامل مع هذه المشاكل. لو سمحت لي معاي الأستاذ مفتاح عبارة المتحدث الرسمي لملتقى سكان بنغازي ومجموعة الاتصال بالحكومة والبرلمان. مساء الخير أستاذ مفتاح. أستاذ مفتاح، نحن نتعرض إلى مدينة بنغازي ومعي الأستاذ عبد الرؤوف رمزي الخضر المتحدث الرسمي لبلدية بنغازي وبصفتك متحدث رسمي لملتقى سكان بنغازي ومجموعة الاتصال بالحكومة والبرلمان، هل لك أن تلخص لي المعاناة بشكل دقيق في هذه المرحلة بالذات لو سمحت؟ والله الأستاذ عبد الرؤوف وضح لك، لكن للأسف طبعا البلدية على مجهوداتها لكن فيما في يدها الشيء. المواضيع اللي كلها مع الدولة، والدولة طبعا مش حاطتنا في البرنامج بتاعها، ممكن حتى اللي بيحطنا في برنامج يعني ما فيش برنامج أصلاً موعد. يعني الحكومة هي اللي متلخصة، المجلس البلدي دار اللي عليه وقاعد يدير، وكلهم بصراحة مش مقصرين، ونحن واخذينهم
واجهه لنا، لان هم الجهه الشرعيه الوحيده المنتخبه البنغازي. يعني صراحه خاصه الاستاذ عمر والاستاذ عوض الضويري، يعني بسم الله ما شاء الله كلهم دايرين شغل، لكن النتائج لا شيء، لان لا ما تقدرونش ما يملكون شيء، لان كل حلول لا يملكون الماديات لحل المشاكل. بنغازي تحتاج مليارات، ناس محتاجه، 47 ألف اسره جعانه، مش لاقيين، في ناس مش لاقيين كيف تسكت، في ناس كانت تاخذ الثروه والاملاك وساكنه في ملكه، الان لا يملك ولا يملك حتى المرتب نتاعها ولا يعني تقدر. مشاكل بنغازي لا تعد ولا تحصى، مشاكل بنغازي لا تعد ولا تحصى، والناس بدات تتازم نفسيا وبدات ترد عليهم بحاجات بصراحه لا محمد رسول الله نسال الله يتشقق بهم. لكن المجلس البلدي الدائر اللي عليه بالزياده يقصد البرلمان وشال جميع شكاوي النازحين بالكامل 47 ألف خسره، يمثلهم من التجمع بتاع النازحين، وصلهم لعند جنيف، وصلهم لعند المغرب. صراحه يعني المجلس البلدي داير زياده، يعني مجهوده وزياده والله. طيب ابقى معنا استاذ مفتاح. سيد عبد الرؤوف، يبدو لي فعلا يعني الناس متفاهمين، المجلس البلدي هو محدود الإمكانية حقيقة، هو يمكنه أن يرصد المشاكل، يمكنه أن يضع الخطط، ولكن ما عندهش تمويل. يبدو لي وفق الكلام اللي قاله الأستاذ هناك إشكالية بينكم بالحكومة، يعني ما فيش نوع من التفاعل، ما فيش نوع من الاستجابة لطلبات مش من القبيل، ما كنش تلخص لي العلاقة بينكم وبين الحكومة. يعني نحن كبلدية نعم، ما نبوش نحطوا لفظ مشاكل بيننا وبين الحكومة، ما نبوش نحطوا لفظ. أنتم تعيشوا في المشاكل، كيف يعني؟ نحن نعيشوا في المشاكل، لكن نعم. طبعا نحكوا بصيغة الرئيس والمرؤوس، طبعا تبعيتنا المباشرة لمديرنا المباشر اللي يعتبر وزير الحكم المحلي، نعم. كذلك السيد رئيس الوزراء اللي هو رئيس الحكومة الليبية. في قصور في التعامل والتفاهم بين الطرفين، هذا واضح واضح، ما تقدرش تغطي عين الشمس بغربال، يعني مستحيل، هذا أمر بعيد كل البعد. لكن لعل وعسى بخطاباتنا الودية، لعل وعسى أن نطرق ونقوص الخطر ويوصلهم الفكرة. أين يكمن نقوص الخطر؟ ما هي مؤشرات هذا النقوص؟ نقوص الخطر عند انتهاء الحرب في بنغازي، نعم، كل المسلحين الذين يمتلكون السلاح وموجودين في محاور القتال أهليهم نازحين، لا حول الله. فلما بيرد المسلح بيقول لك أنا كنت نخلص فيك من الإرهاب، وتكون هذه جزاتي، فتصدى للخطر اللي حيكون حقيقي، حيكون ردة فعلة لا يلام عليها، لا يلام عليها، بالعكس لا يلام عليها، هل مشردين في الشارع، هو يعني مجرد عدى قاتل باش يحافظ على حياتك من الارهاب اللي نحن كلنا معرضين له، معرضين ان نذبح ونقتل او حتى تنكل بجثثنا من خلال الارهاب. عدى قاتل سيبها له عابي على حكومه تدير له شؤونه. هذا اللي صار. شنو الاشكاليه في وجهه نظرك؟ يعني انا عارفك بانك انت الان يعني تنظر الى المسائل من ناحيه وضع وظيفي وعلاقه وظيفيه واداريه. علاقه وظيفيه، علاقه نعم وظيفيه. نعم نعم، اقدر ذلك حقيقه، ولا اريد ان اضغط في هذا الاتجاه لاستخرج منك كوامن نفسك يعني، ولكن يعني بشكل يعني ودي، شنو هي الاشكاليه مع الحكومه يعني؟ والله هي الحكومه ما قلت لك في جزئيه لوم واعذر. نحن الحكومه عارفين ان هي ما تتركش السيوله، لكن لما جاتها السيولة بوبتها في تبويبات يعني ما كانتش موفقة في تبويبها للميزانيات. أنا تمنيت أن الحكومة لما تمني شخصي، هذا تمني شخصي بعيدا عن الواية حق لك، نعم تمني شخصي، أن كانت الحكومة كانت حطت أولوياتها بنغازي من الجانب العاطفي أبسطها، من الجانب الأخلاقي، أن بنغازي قاعدة تمر بأزمة كانت هي تكون أولوياتها في تعداد ميزانيتها أن بنغازي بعدها تليها، يعني أو الجيش وبعدها بنغازي. نعرف أن حطوا الأولوية الجيش، لو الجيش بعدها بنغازي، بنغازي يعني تمر بتردي في الوضع الصحي، المقاتلين اللي قاتلوا في بنغازي لما يصيب جريح أو كذا وين بيلجأ؟ مش لمستشفيات بنغازي، فمطلوب منك الوقفة الجدية مع بنغازي. نحن حتى طلبنا بهليكوبتر، نذكر هليكوبتر الإسعاف الطائر سريعة تكون عددنا اثنين، لنقل الحالات الحرجة من بنغازي لمطار الأبرق للعلاج في الخارج، يعني نحن أقرب مطار لنا 300 كيلو يبعد علينا، فطلبنا هليكوبتر.
للأسف ما رجحت الرد، باو الحالات الحرجة خليه في مستشفى الجلاني تستقر حالته، لأن الحالات اللي نستيبه ما تقدرش تطلعها في السيارة تستقر حالته طلع، وما استقرتش حالته احتمال كبير ربي يأخذ أمانته ونفقد الحالة. هذا أمر نحن قاعدين عايشين فيه، وهذوما أبناء اللي قاعدين يريحوا بين يدينا. صحيح. أعود للأستاذ مفتاح. أستاذ مفتاح أنت معي؟ معك وكذلك الأستاذ عبد الرؤوف بالسلام نتاع هذا، لأن كأن ممثل الدولة مش ممثل البلدية. بعدين هو لو هو فقد رسالة يعطيه، إذا كان بيطلب أي حد إن يعطي هذه البلاد فهو يعطيها الأول، لأن هو بنغازي والمفروض يتكلم عليهم. وبعدين ما دام يرش ما دام عزم الحكومة، الحكومة ما عندهاش مخططات، وللأسف مهما تحاول ما لما دام عزم حتى مع الدكتور عبد السلام البدري اللي هو قال أصل بنغازي أنسوها ما تردوهاش. بنغازي هذا يرجع دوره البديل ودوره المكان الثاني وحاجات بصراحه لا مخطط بالدوله، ولا الدوله تفكر في اهل بنغازي ولا بيغيث الله البنغازي ولا في البرنامج. بدليل ان الاستاذ الرؤوف في حاجه اسمها هيئه لجنه الازمه، لجنه الازمه المفروض عندها صلاحيات احسن من رئيس الوزراء، والرئيس بتاعها لما يجلس في وسط البلاد يحل المشاكل اول باول، ما يقعدش مستني اول رئيس الوزراء بس يقول لها في 10 قروش فلان ولا 500 جنيه للعائله الفلانيه. هذه 47,000 أسرة رقبتهم، 47,000 يدوروا للبلاد فيها رجال، يستعينون بالرجال. لذلك ليش يتكلمون بشغفية؟ ليش يقولوا نحن مش مدارين مخططات لأهل بنغازي؟ ليش يقولوا الاجتماع المصرفين المركزي توفيق أوهام الناس؟ يقدروا الناس لو هم بيخدموا أهل بنغازي يعطوهم كاش ماني، ماني بزيادة، يعطوهم درهم مشاكلهم. لكن يحلوا في مشاكل أخرى ومن الدعوة بالمواضيع ويتكلمون على الموحدة الدولية ورئيس الوزراء دي بالشاتع أمر مكان البنغازي المفروض يجي مكتب في بنغازي رئيس الوزراء البرلمان داير لجنة حزمة يجي دي مكتب في بنغازي ويبعثوا هربا ويعطوهم صلاحيات ويعطوهم إمكانيات. هذه دولة ما فيه ما عندهمش مباحثات، ما عندهمش أصدقاء في الخارج يستعينوا بالكفاءات، حتى النازحين نفسهم والله في كفاءات وطلعت الحساب الخاص وعدت قبل حتى اليوم الأول في تونس وفي جنيف وكلها في ناس بتخدم هذه البلاد، لكن الناس اللي في يدها المفاتيح ما يبوش يخدموا هذه البلاد نفسية بنغازي ذوي الطرطش اللي فيها. طيب طيب أستاذ مفتاح، يعني حقيقة يعني نقدر كل أحاسيسك ونشاركك فيها يعني ونتأسف لذلك. بارك الله فيك. أنا على فكرة كنت ماسك لجنة الإغاثة تعوض المدينة والشؤون الإنسانية، أهل بنغازي يستغيثون والله في اللي متعود من السوق عند الليل خبز وشاي، والله في ناس ما عندها فلوس، والله في ناس تبحث في الإيجار. طيب طيب شكرا لك استاذ مفتاح، ونبقى على اتصال يعني تقدر بعدين اذا كانك تحب تعقب. شكرا لك استاذ مفتاح. شنو يعني تعقيبك لي؟ تعقيبي بخصوص انه مصبي في صف الحكومه، انا مش ناطق باسم الحكومه. لا لا, لا, لا هو هو لا هو مجازي، هو قالها في وصف مجازي. هو انت موظف، لكن لا انا نحكي وجهه نظري. لا لا موظف، انا نحكي وجهه نظري تبع الدوله يعني بامكاني لكن انا يعني ما نحملش فيك في لا لا يعني انا باش نوضح للعام. نعم انا نوضحه للعامه. لما يقول لك في مثل شعبي نحب نستطرد له توا، البير اللي تشرب منه ما تردمش، ونحن ما عندناش مكان يسيلنا ميزانيه لبنغازي الا الحكومه ولو كانت فاشله. ايش رايك في اللفظ هذا؟ ايوه وجهه نظر يعني مش وجهه نظر، هذا الاسلم، ما عندكش حل اخر. نحن مش ان احنا اللي نسحبه في الثقه من الحكومه. نعم. مش نحن اللي عندنا القوة اللي سحب الثقة من الحكومة، لكن عندكم برلمان وفي أعضاء يمثلوا في بنغازي. شوف بديل. الرسالة هذه لمن موجهة؟ أنا حطيتها على مكتبك حبيتك تطرق لها. للسيد رئيس مجلس النواب. نعم. السيد عقيلة صالح. نعم. الرسالة موجهة لا بخصوص قرار ظالم في حق النازحين اللي هو 100 دينار للفرد والقائمين بالأماكن العامة فقط للتمييز بين النازحين في حد ذاتهم. فلجأنا للمشرع. تعرضنا لهذه الرسالة وهذا الموضوع في هذا البرنامج، وسنعود للتحدث عنه، لكن بعد أستاذنك بعد لا نمشي لفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود.
مرحبا بكم مجددا. معي الأستاذ عبد الرؤوف رمزي الخضر المتحدث الرسمي لبلدية بنغازي، ونتحدث حول معاناة هذه المدينة وأهلها من الظروف التي تعيشها عبر السنوات التي خلت. مرحبا بك مرة أخرى سيد عبد الرؤوف. توقفنا قبل الفاصل في جزئية هذه الرسالة التي مررتها لي، وهي موجهة من السيد عميد بلدية بنغازي إلى السيد معالي رئيس مجلس النواب الموقر فيما يتعلق بالقرار الذي يتحدثون فيه عن 15 مليون دينار كإعانة للنازحين، إعانة شتوية للنازحين. واقعيا هذا هو ما يحتاجش إلى واحد يفهم لا في حسابات ولا في تسيير دولة، يعني حجم المعاناة إذا كان أي إنسان يستطيع أن يقدرها في مدينة بنغازي، يعني أهل بنغازي من جانب والذين نزحوا إلى بنغازي أيضا من جانب آخر، وأهل بنغازي خرجوا إلى أماكن أخرى. نحن عندنا نازحين من سرت ومن تورغة قاعدين في بنغازي. طيب 15 مليون يعني شنو ممكن تديرها هذه؟ أنتم تقولوا بأن هذا كلام غير منطقي، يعني شنو واضح في الرسالة للسيد رسالة. يعني ممكن تحكي لي يعني شنو وجهة نظركم في 15 مليون هذا؟ وجهة نظرنا طبعا نعكس الدغري في لقائنا مع رئيس مجلس النواب سيد عقيلة صالح، مستشار عقيلة صالح، وضحنا له الأمور، قلنا لا بد أن الحكومة ترجع في هذا القرار. طبعا القرار كان عاجل للتنفيذ، تعدل ولا مش ترجع، يعني تعدل في هذا القرار، تعدل ترجع في القرار لان مذكوره هنا، ترجع وتعدل القرار بقيمه عذر ما نذكرني بالقيمه 67 مليون دينار. نعم. كعينه لكل النازحين، انا تشمل كل النازحين لان احنا النازحين مقدرين ب 47,000، ومذكور حتى الرقم التفصيلي 335 و703 703 فرد. نعم. هذوما كل النازحين كافراد، يعني هذا اللي انتم حاصرينهم، حاصرينهم اللي مازال ما حصرناهمش. في مازال ما حصرتهمش يعني، لان هناك اشكاليه حتى يعني يحدثوني بعض الاصدقاء من مدينه بنغازي ان حتى حينما تاتي قيمه ماليه على تفاهتها للاسف يعني ويتم توزيعها، يتم التركيز على المتساكني المدارس والمخيمات وشيء من القبيل، في حين أن هناك نازحين من نوعية أخرى ومن شريحة أخرى، لعلكم حتى أنتم أسقطموهم من قضية الإحصاء. لا يعني نحن لم نسقط أحد أولا، لكن ثانيا لنكون أكثر صراحة، لم تأتي مبالغ مالية عينة حتى للقائمين في المدارس. المبلغ المالي الوحيد الذي أتانا من الحكومة هو 30 مليون لبلدية بنغازي و20 مليون للجنة الأزمة. ما يوصل للنازحين من إعانات هي اجتهادات من البلدية مع منظمات دولية، تبرعات وعينات دولية، هذا بكل صراحة يعني. وكذلك في فاعلين خير من نشطاء المدينة يتواصلوا مع منظمات دولية، وما زال الحبل على الجرار في تواصلنا مع المجتمع الدولي، منظمات دولية لتوصيل الصوت الإنساني. يعني نحن نحكو على تطعيمات أطفال غير موجودة، نحكو على أدوية سكري غير موجودة، نتحدث عن أدوية الكانسر سرطان غير موجودة، نتحدث عن مستلزمات المحروقات اليومية في الصحة، الجلافز الجوانتيات والشاش مش موجود، كل هذا غير موجود في بنغازي. يعني انت تخش يعني المواطن يخش المستشفى، عذرا المواطن يخش المستشفى يجيب معاه التغذيه والشاش بتاعه ولا لا؟ هذا في كل المدن على فكره يعني، لكن هي حقيقه بنغازي اكثر يعني. لا لا بكل تاكيد، لا بكل تاكيد نحن بنغازي يعني عايشين فيه الكلام هذا من 4 شهور أو 5 شهور. جزئيه انا يعني لفتت انتباهي قضيه جزئيه المعونات الدوليه، هذا يؤكد بان هناك خلال الاسبوع الماضي نوع من المباحثات في الأمم المتحدة أو مكتب الأمم المتحدة المتعلق بالأمم المتحدة، ما قدمت شيء له من أجل لعل وعسى الآن أن هم يدرسوا في تقديم معونات. إذن المعونات الدولية اللي تأتيكم من أي جهة يعني أنتم؟ من على سبيل المثال كانت في منظمتين، واحدة فرنسية واحدة، أو أعتقد أن الاثنين فرنسيات، لأن الأكتد والدي سي أي قدم المعونات، قام وأشرف علينا السيد أنيس المجبري عضو مجلس البلدي بتوزيعها على النازحين، أيضا على المقيمين في المدارس ولم يتم توزيعها على الكافة لأن كانت كمية بسيطة جدا، لكن تو طبعا بتعدل يتعدل أسلوب التوزيع لأن المنظومة اللي حاصرة هذه
بتواصل مع كل النازحين اول حاجه، وبتواصل مع كل المنظمات ان فات في كتب بتدعمني ادعمني بالشيء هذا. نحن عضو في الامم المتحده، داعم للامم المتحده من يوم يومنا، ندفع في قيمه اشتراكنا في الامم المتحده بشكل مستمر كليبيا مش كبنغازي. نعم. فملزم الامم المتحده ان تقف وقفه جديه مع الموضوع الانساني في بنغازي. طيب اسمح لي بأن أذهب إلى الأستاذ عادل أبو السن، رئيس إدارة الفروع للهيئة العامة لإدارة الطوارئ والأزمات. مساء الخير أستاذ عادل. مساء الخير أستاذ عادل. أستاذ عادل، مرحبا أستاذ عادل. يبدو بأن هناك إشكال في الاتصال، سأترك للزملاء ضبط هذه المسألة وإعادة الاتصال، وأعود إليك أستاذ عبد الرؤوف. طيب إحنا الآن توقعد أنا وياك ونحكو على معاناة مدينة بنغازي، شنو هو الشيء اللي ممكن نقوله حقيقة؟ ما هي الرسالة التي يجب أن تبلغ إلى أي جهة كانت يعني حقيقة؟ حتى تكون قعدتنا يعني فيها فائدة على الأقل أنا وياك. الرسالة لازم تبلغ. نعم. إن البلدية في بنغازي، أنا نتحدث عن بلدية بنغازي، عن الجسم الموجود فيها والشرعي والمجلس البلدي. المجلس البلدي مش بالمنة ولا بالامتنان ولا بالواحد بيبرز جهوده، ولكن الكلمة حق في حق نستعمل. أنا نتحدث مش على الأعضاء، نتحدث حتى على الموظفين، نتحدث حتى على العاملين من حارس الأمن إلى عميد البلدية، كل فريق يحتك يوميا من أجل بنغازي دون وجود نتيجة. ليس قصور منهم، إنما القصور موجودة. نلفت انتباه الحكومة، رأى الحلول موجودة. نحن في بلدية بنغازي درسنا المشاكل، حطينا للحلول، حطينا الخطط والخطط البديلة، يعني نشتغلوا ببلان A و B و C، يعني الخطة الأولى والخطة الثانية والخطة الثالثة في حالة احتمالية كذا، نشتغل على احتمالية كذا، في احتمالية كذا نشتغل. والله أنا ما نفهمش في الخطط أستاذ عبد الرؤوف، لكن يبدو لي ما عاش فيها إلا زي على طول، لأن ما عاش فيها لا سي. لا هو ما ليش يعني. خلي ممكن أنا نستقبل مكالمة. أستاذ عادل مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ عادل. يعني نحاول أن نلتقط منك بعض الكلمات. حضرتك رئيس إدارة الفروع للهيئة العامة لإدارة الطوارئ والأزمات، ما هي آخر الجهود المبذولة من طرفكم من أجل تخفيف المعاناة على مدينة بنغازي؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهيئة العامة لإدارة الطوارئ والأزمات، طبعا جسم أنشئ في أواخر عام 2014، وقرر المؤقت في مدينة بيضاوة، ورئيس بعون الله تعالى حكم في بنغازي. فتم على غلب حسب تعليمات السيد الدكتور جمال طلحي بإنشاء إدارة الفروع المنتخبة في بنغازي. والحمد لله يعني ودينا في حملة لإدارة النازحين تحت شعار ليك الوجود الأفضل. ولأن الحمد لله يعني دير قطف تمر هذه الحملة، الحملة طبعا تشرف على مدى شهرين الآن، وزاد أول وردة من الدعاية على الطرق، وضع تقريبا 20 بوستر من المتوزعة الآن، وعندنا إن شاء الله بحول الله بكرة عندنا 20 متوزعة حتوزع من الصرفات هذه الوردة الثانية. عندنا تحركات الحمد لله في هاتف ليبيا، شركة هاتف ليبيا كانوا مشكورين وكانوا المبادرين بالحملة، ومدونا بفرق مالي كان هذا يوم الخميس، وفقنا في صفحتنا نحن، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم. هذا طبعا أول غيث خطأ الحمد لله. ونحن طبعا تعارف الأجزاء في مدينة بنغازي الآن جميع النازحين يعني محتاجين لنوافذ الشتاء من أغطية والفراشات والدفايات، والحمد لله إن شاء الله بعونه تعالى إذا ردنا قائمة على صفحة اللمة بعون الله حتكون حتوزع على الأقل جزء بسيط للنازحين لتقضي احتياجاتهم، لان الان المغلقات الفاعله في بنغازي الان يعني لا تملك نوافذ الشتاء للنازحين. نازحين فضل الاستاذ عبد الرؤوف واخوي الاستاذ مشعل العباره ان يتجاوزوا 47,000 نازح اسر نازحه، والان طبعا ما فيش امكانيات تماما للمغلقات الان يعني على اي حال يعني شو... بحاجة. إن شاء الله كلنا أول سباقين في هذه الحمد لله. شكرا
شكرا لك أستاذ عادل بوسن على تواجدك معنا الليلة، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. شكرا لك أستاذ عادل. بارك الله فيك. شكرا. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج البلاد، والذي نخصصه للحديث حول مدينة بنغازي. وأرحب مجددا بالأستاذ عبد الرؤوف رمزي الخضر. أستاذ عبد الرؤوف، حقيقة يعني احنا سمعنا إلى كل من الأستاذ مفتاح عبارة المتحدث الرسمي لملتقى سكان بنغازي ومجموعة اتصال بالحكومة والبرلمان، وأيضا استمعنا إلى الأستاذ عادل بوسن رئيس إدارة الفروع للهيئة العامة لإدارة الطوارئ والأزمات. عندما نتحدث عن مدينة بنغازي يطول الحديث حول شرح الأزمة الحقيقية التي تعيشها هذه المدينة ويعيشها أهلها ويعيشها أيضا النازحين إليها والنازحين منها، يعني فهمتني؟ ولا يمكن أن نقول إلا أنه يجب الانتباه إلى هذه المدينة من جهات العلاقة، سواء كانت في الحكومة أو في البرلمان، خاصة أستاذ عبد الرؤوف عندما نسمع عن قرارات من البرلمان متعلقة بمهايا ومرتبات وتعويضات. يعني حقيقة الواحد يشعر بالخجل يعني، ولا تعليق يعني ولا، لكن دعنا نخرج من هذا الجو المفعم بالألم والمعاناة. قبل أن نخرج، رسالة إلى أصدقائي من أعضاء مجلس النواب عن مدينة بنغازي. نعم. من كنا في يوم شركاء في الساحة لإظهار الشارع السياسي، هم يعرفون جيدا، هذا طلب شخصي. نعم. كنا في الشارع سوية في الشارع السياسي لإيصال صوتنا للطلب بمؤسسات الدولة. اليوم أنتم أصحاب القرار في الدولة وأنتم موصل العليا في الدولة، الرجاء الانتباه لأن كنا شركاء. طيب، التقيت ذات مرة بأحد الأساتذة وقال لي، وهنا في هذا البرنامج، قال لي بأن الصورة هي حقيقة ليست بهذه الكارثية واقعيا، إذ أن الإشكاليات هي تقع في مناطق محددة في جغرافية مدينة بنغازي، ولكن هناك نوع من الحياة وهناك نوع من الاقتتال من أجل أن يتمسكوا أهل بنغازي بالحياة، وعبر أنشطة مختلفة، يعني أنشطة تطوعية، أنشطة لإعادة إعمار بالأسلوب البسيط، وأنشطة حتى فنية أحيانا. الجانب المضيء في البلدية، والآن تقدر تتكلم براحتك وانت ما تخافش ان هو ممكن حد يصربك في حاجة او يلومك على شيء، احكي لي على الجانب المضيء في عملكم انتم. تمام. الجانب المضيء في عملنا، طبعا بنغازي في خربشة، لي على بنغازي كتبت هي صابرة متجددة متفائلة عشقها ولا تعيرني اهتماما، في الجانب المضيء. نعم. لبنغازي والله في صبرها وتفاؤلها، هي متفائلة بنغازي. نعم. أن حتمر من هذه الأزمة بسلام. البلدية تسعى توا من نحن في أزمة، المطار ما قدرناش نفعله لوجوده في مكان اشتباكات وكذا، فقدرنا نلجأ إلى شركة المواصلات العامة، شركة العامة للنقل السريع، تواصل معها عضو مجلس بلدي سيد أنيس مجبري لتفعيل الحافلات الباص الطويل للنقل من مدينة بنغازي إلى المدن الشرقية المتاحة حاليا. جميل. تجهيز تريلات للصلاة الاستقبال وكذا وحاجات هذين، تكون يعني المواطن بدل ما يعدي لعند الأبرق ب 200 ب 150 جنيه تقدر تجيب 5 ب 10 جنيه، يعني بسيطة خفيفة على الجيب. هذه طيب المواصلات، يعني هذه جزئية، هذه في جزئية يعني المواصلات. نعم. أنا أحكي. نعم. لك لا، ما زال عندنا في جزئية، لأنه لم يتبقى وقت. تمام. نبي أنا ناخذ أكبر قدر ممكن من الأخبار أنا المفرحة. أنا معك في الأخبار يعني المفرحة. نعم. هذا. نعم. خبر عندك في مجال التعليم، إن شاء الله يوم 1/12 حيعلن على بداية الدراسة في بنغازي للمستجدين، الطلبة المستجدين إن شاء الله. كذلك جامعة بنغازي كان فيها 82 ألف طالب، حاليا استقبلت 13 ألف طالب وفتحت أبوابها في المدارس، يعني طلبة الجامعات يقروا في المدارس، وما شد
مشد معنوياتي شخصية في لما شفت الجماعة في كلية الاقتصاد يدرسوا بدون مدرج قاعدين في ساحة والأستاذ بتاعهم يعطي فيهم في ساحة، يعني الأستاذ مجتهد والطلبة أكثر اجتهاد من الأستاذ ما شاء الله أعانم الله يعني. هذين في الجانب المفرح. البلدية عملت على إعادة فتحت مجال العطاءات الفرعية بالميزانية المتاحة لها في إعادة تفعيل وتدوير بعض مفترقات الطرق وكذلك صيانة بعض مناطق الصرف الصحي. بنغازي تعاني من مشكلة في الصرف الصحي، فلجأت لها البلدية بصيانة سريعة ومستعجلة. إن شاء الله تقدر تتم الصيانة هذه قبل بداية الشتاء، إن شاء الله باش تخفف من الضغط على مواكين التصريف اللي المان هول والفروع المحطات الفرعية وغرف التفتيش وكذا لنقل المحطات. أعوذ بالله من الرجيم. كذلك البلدية عملت على دعم هيئة السلامة الوطنية وفرت لإمكانية مضخات مياه وكذلك مادة الفوم ومولد كهرباء باش ما ينقطعش على الكهرباء وتقدر توفر سياراتها في حالات الطوارئ. ونحن نعرف أن حالات الخطورة وظيفة هيئة السلامة الوطنية اللي هي إطفاء الحريق وكذا نحن نسموه في المطافي، دعمت المطافي. كذلك دعمت الجوازات بآلياتهم الكاملة لأن أجهزة التصوير والطابعات والمعدات التقنية والفنية وكذلك المكاتب والأجهزة الكمبيوتر لمباشرة أعمالهم في 602 وكذلك جوازات النفط دعمتهم، وفرت مقر للجوازات العامة لإدارة الوحدة لإدارة المنطقة الشرقية بالمجوري منطقة المجوري وفرت المقر. أنا زي اللي سمعت بأن هناك نوع من تحويل بعض النازحين من المدارس إلى وحدات سكنية أو شبه القبيل، يعني ما مدى صحة هذا الكلام؟ إلى الآن ما زال ما تمش تسكين ولا نازح في للأسف. بس فيه وحدات سكنية جاهزة ممكن تستعمل يعني؟ لا لا، هو فيه وحدات سكنية لكن هنا مش جاهزة وبرا بنغازي وما زال فيه إشكالية وفقا للحدود الإدارية، لأن أنت عارف أن بنغازي بدأت بلديات صغرى بجانبها كيف بلدية جمينس لابيار توكرا كذلك سلوك، ففي منطقة اسمها جردينة فيها منازل جاهزة مش جاهزة كليا، عظم نحن نقول عليه عمارات عظم. نعم. فبعض الناس قالوا ميزانيت كانوا تقدر تحورون وتمون تسكنوا فيه النازحين، لكن هي متقاعش في نطاق بلدية بنغازي لأن اللي تحت سيطرة عميد بلدية بنغازي والمجلس البلدي المرافق له، فهي تقع تحت سيطرة أو مملوكة لبلدية أخرى. نحن في تواصل بلكي نصل إلى حل وسط معها، تواصل في كل الحلول. أنا قلت لك كل الحلول، كل الملاعب ينتقل إليه المجلس البلدي من مكان للمكان لتوطين النازحين منازلهم، يعني في جهود مبذولة. حصلنا على 104 هكتار أراضي من رئيس الأركان العامة أن معسكرات سابقة تم إخلائهم ومنحوا لنا يعني لإقامة مساكن النازحين عليها. كذلك عددنا مشروع إسكان النازحين بالكامل تو ملفاته جاهزة وفق التطبيق. طلبنا حتى الإذن بالتعاقد أن نبدو بالتعاقد ولو كان بضمانات مصرفية، نرجو في رد الحكومة علينا بموافقة بالتعاقد. لو نبدأ بالتعاقد حنسكنه، لكن ما زال الحكومة ما ردتش بخصوص الموافقة بالتعاقد. كذلك الحكومة ما عطتناش الضمانات باش نتعاقدوا أيضا، لأن أنت عارف الشركات بتجيب بتقول لك نبي ضمان، يعني تبي ضمان مصرفي أو ضمان بنكي. نعم. مصرف ليبيا المركزي سيد محافظ وعد بمليار ونص لبلدية بنغازي لتوطين النازحين. طبعا يبي يخفض من منسوب السي سي ار اللي طرح سندات مالية للسوق الأوراق المالية، اللي هو قيمة السي سي ار كما ذكر في تصريحه أنه هو السندات اللي هو المملوكة للدول البيئة بيطرحها في سوق الأوراق المالية المحلية للمصارف التجارية لعله وعسى يتوفر لنا، موجودة فور طرحها للأسواق المالية في مشارك معنا سوق الأوراق المالية مصارف تجارية محلية كيف التجاري الوطني والتجارة والتنمية والمصارف التابعة للمصرف الليبي المركزي الوحدة والجماهيرية وغيرها. يبي يطرح السندات هذينا لعله وعسى يتوفر قيمة المليار ونص، لأن لا توجد في ميزانية الدولة المبلغ اللي نحن نحكوا عليه. خلي نقف له بالمليار ونص. بالمليار ونص نكمل عليك. نكمل عليك. على أمل إن إحنا نوطن النازحين. هذين كل جهود إلى الآن تحقق منها شيء وشيء ما زال في طور تحقق، متوقع أن يتحقق في المقبول إن شاء الله ربي يفرج على بنغازي. على أي حال أشكر لك تواجدك معي أستاذ عبد الرؤوف رمزي الخضر في هذه الليلة، ونتمنى بأن نلتقي معك مرة أخرى لتبلغنا يعني إنجازات حقيقية حدثت على الأرض. شكرا لك أستاذ عبد الرؤوف. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، لكم من أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.